نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا لمناقشة ملف الشباب والاتحادات الطلابية بالجامعات. وأكد المشاركون في الصالون أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في مجال تمكين الشباب، مؤكدين أن تناول الموضوعات التي تخص الشباب وقضاياهم خلال جلسات الحوار الوطني يدل على أهمية الشباب وتمكينهم في المجتمع. احنا كدولة قطعنا شوط كبير جدا في التمكين السياسي للشباب، بس احنا يمكن مستعجلين او بننسى شوي، لان احنا لو اتكلمنا على وضع الشباب دلوقتي من اللي حصل في مجال الشباب من 2016 لحد النهارده، انا شخصيا بعتبر ان ده معجزه، يعني ما كانش حد يصدق اللي احنا وصلنا له. من الممكن ان هو يكون مش بالقدر الكافي، او ان احنا عندنا طموح اكبر، وده طبيعي لان احنا مجتمع فيه 60% من الشباب، 60% من التعداد السكاني شباب، فمحتاجين دايما يبقى في جهد، ومحتاجين دايما في اكتر عشان نقدر نلبي طموحهم. كان في بعض التوصيات امبارح في الحوار الوطني فعليا لتغيير او يعني تعديل بسيط في اللوائح بتاعه الاتحادات، كان من ضمنها مثلا ان احنا نضم اللجان الاتحادات العليا مع الوزارات، مش نضمهم مع الوزارات كسلطه، لا هو نضمهم لمعرفه الدولة أكتر، معرفة فرصها، معرفة برامجها التدريبية، إن برامج التدريبية دي هتخرج كوادر قيادية قادرة على القيادة بشكل كويس، قادرة على توصيل البرامج أو التدريب اللي هم اتدربوه للطلبة بشكل سليم. الكوادر القيادية دي كلها طبعا دي هتأثر قدام، دي هتأثر حتى للطالب بعد ما يتخرج، يعني سواء يعني زي ما سيادة النائب قال دلوقتي ان هم اغلبهم بينضموا سواء لاحزاب سياسيه او لهكذا عشان يعرفوا اكتر في الدوله. ان احنا برضو كان من ضمن المطالب امبارح ان هم اللي هو في الحوار الوطني يقصد ان هم مش يزودوا ان هم يزودوا الوعي السياسي للطالب. التوصيات اللي احنا قدمناها، الشاب لما بيجي يتخرج من الجامعه بيسالك اول سؤال: هبدا منين وابدا ازاي؟ يعني انا كشاب اتخرجت ومعايا الشهاده بتاعتي هروح فين؟ ما بيبقاش عارف ازاي الاول ان هو يأهل نفسه لسوق العمل. فانا حزب مصريين احرار ببتدي ان انا اتعامل معاه بهدوء وبروانه عن طريق الدورات التدريبيه اللي انا بتعامل بيها، ان هو ينمي من نفسه ويكون معاه سكيلز اكتر، لان طبعا المؤهلات دلوقتي ما بقتش مواكبه لسوق العمل بالشكل الكافي، فاحنا بنحاول ان احنا ندعمه اكتر بتدريبات اكتر وبدورات تدريبيه اكتر، بحيث ان هو يأهل نفسه ويطور من نفسه، بحيث ان هو يكون بريفيرد عند الشركات، ويكون الشركات هي اللي عايزاه مش هو اللي عايز الشركات.